مساء الخير. ليلى رح نخبركم عن قصة رومية أو رح نخبركم عن كولومبيا أو عن المكسيك؟ أكيد لا، رح نخبركم عن لبنان. تجار مخدرات، إرهابيين، فيلم بوليسي. الأكيد إنه هيدي قلعة لكل الخارجين عن القانون لحتى يقدروا يشتغلوا على راحتهم ويديروا العمليات بحماية مين؟ بحماية الأمن اللبناني. هل حدا استغرب بس شاف صور على التلفزيون وشاف المضبوطات من صواطير، من سكاكين، من قبر، 500 سيلولار؟ ما حسيت حدا من اللبنانيين لما شافوا هودي على نشرات الأخبار وعلى التلفزيون استغرب. الهيئة الموقع فوق كتير منيح لأنه سرعة الإنترنت عندهم عالية جداً. بركي فكرنا للحظة لما كنا عم نحضر إنه منعلق على شبكة رومية يلي اسمها بيلي، الواي فاي عندهم اسمه بيلي برومية، بركي منعلق عليهم لحتى نفتح إيميلاتها طالما الإنترنت سريع. مين عطى رخصة لإنشاء مركز إرسال واستقبال للإنترنت برومية؟ بدنا نعرف. مين سمح للمساجين إنه ياخدوا هالقد راحتهم يفوتوا أيسيات، يفوتوا تلفزيونات كبيرة، يفوتوا تليفونات وتياب ويطلبوا ديليفري من برات الحبس على الحبس؟ حبسنا بلبنان هو الحبس الوحيد يلي السجنة فيه ما بيلبسوا يونيفورم، ما بيلبسوا تياب السجنة. أول عائق، هيدي أبسط شغلة باللغة الأمنية إذا بنحكي فيها، أول عائق عادة للسجين لما يهرب من الحبس هو إنه ما عنده بيكون تياب لحتى يلبسها برا، ودغري بيقدر يلقطوه والناس اللي بتشوفه بتقدر تبلغ عنه. إلا عنا بلبنان، عنا بيهرب مجرد ما يظهر من الحبس بيمشي بين الناس وبيصير مواطن لبناني عادي مثله مثل كل الناس، ما بيقعدوا يقدروا يلقطوه. لازم الشعب اللبناني والمشاهدين الليلة يعرفوا مين عم يحمي هال 120 مجرم بالطابق الثالث بالمبنى بي يلي قتلوا 180 شهيد من الجيش اللبناني. لازم الشعب اللبناني الليلة يعرف مين عم يقتل مرة تانية، عم يرجعوا يكرروا جريمة ويقتلون لهال 180 عسكري مرة تانية من خلال التغطية على هالمجرمين. 1400 جريح من القوى الأمنية سقطوا بمعارك نهر البارد، واللي سببوا هالقتلى والجرحى محميين للأسف بقرارات من قضاة ومن ضباط، حتى ولو طلعوا على التقاعد ولكن بعد قراراتهم ماشي وسارية المفعول. شي غريب إنه بلال إبراهيم الملقب بأبو عبيدة جزار مخيم نهر البارد هو الشاويش المبنى بي برومي، هو الرئيس فوق، ما حدا بيتخطاه، كلهم بدهم ياخدوا إذنه، حتى القوى الأمنية بدهم ياخدوا إذنه لحتى يفوتوا، بدهم يوقفوا على خاطره. فهون بدنا نسأل قائد سرية السجون برومية وبكل محبة بنسأله الليلة، شو المشكل برومية؟ والجواب واحد من اثنين ما حدا بيختلف عليه، يا أما قائد السرية مضغوط عليه وهون نحن منوقف حده ومنروح للآخر بهيدا الموضوع، أو ما عم بيقوم بواجباته. يا ريت بيخبرنا ليش ما عم بيقوم بواجباته، وكمان نحن حده وكمان منوقف حده وكمان منتابع الموضوع معه للآخر. ولكن ما بيجوز بقى أنه العصابات بمبنى المحكومين والإرهابيين بمبنى الموقوفين يستعملوا رومية قلعة ومكان لممارسة أعمالهم الجرمية عبر السيلولار، لأنه السيلولار عادي جدا بيقدروا يخططوا للبدنية من قلب الحبس، والإنترنت مثل ما قلت لكم يلي بيعمل سيرش للواي فاي بيلاقي اسمه بيلي بسجن رومية. ما بعرف هلأ إذا الغيوم بعد ما صارت هالشوشرة، بس الواي فاي طول عمره من زمان لليوم اسمه بيلي برومية والإنترنت سريع كتير. وللسياسيين منقلهم عرفنا كتير منيح الوصاية اللي عملتوها بهالكم يوم لحتى بعض الأشخاص ما يتوقفوا وما نفعت، والدليل أنه 11 عسكري واثنين من الضباط تم توقيفهم برومية. هلأ بعرف أنه اللي ما قاله عليه مفروض يتبرأ، آمر السجن ومساعده كمان. قضاة التحقيق العسكري رح يبينوا إن شاء الله مين عليه حق ومين ما عليه حق، وإن شاء الله ما نكون بانتحار عم نبشرهم للقضاة يلي عم يطلعوا وينزلوا كانوا يعملوا تحقيقات بهالكم يوم يلي مرقوا، إنه شغلكم رح يضل حبر على ورق وما رح يوصل لمحل. وإن شاء الله قريبا تبطل القوى الأمنية هي المسجونة برومية، لأن ما بعتقد حبس رومية إذا بدنا نشوف هيك من بعيد منلاقيه مش حبس للمساجين، هو حبس لهالمعترين القوى الأمنية يلي في عليهم ضغوطات. ويصير السجن إن شاء الله هيدا حلم إن شاء الله يتحقق، يصير السجن سجن رسمي يخضع لقوانين واضحة ومضبوط من القوى الأمنية مش العكس، يعني ما يكون القوى الأمنية بده يأخذ إذن لحتى يفوت، يكونوا قوى الإرهاب والإرهابيين هن عم يحكموا سجن رومي. قبل ما ننتقل لمواضيع الليلة من انتحر، كنا حكينا بحلقتين قبل عن باب التباني وشو عم بيصير فيها من أحداث،
اللي بدنا نأكده لكل اللبنانيين انه باب التباني هي قطعه من قلب لبنان وكانت وما زالت من اهم المناطق التجاريه لطرابلس. ولو ما انتحر هذا البرنامج بيعتبر هذه المنطقه وشعبها واهلها اول شيء لبنانيين وعزيزين على قلبنا، وبنزعل نحن على اللي عم بيصير فيها. ما كنا بنطلع وبنحكي الحقيقه على الهواء يلي عم بيصير بباب التباني لازم نضوي عليه بانتحار، ما لازم نسكت عنه، واللي عم بيصير بغير مناطق وكانوا عم بيوضحونا بجبل محسن وغيره وغيره. اوعى تفكروا بانتحار نحن بنغطي على حدا، ونحن بننتقد الكل بكل محبه، ومثل ما بيقول المثل العتب على قد المحبه، ولكن ما بنقدر نخبي حقيقه اللي عم بتصير بكثير من المناطق، لانه المشاهدين ولانه المواطنين هن اساس، هن بيقدموا لنا اخبارات بانتحار. مواضيع الليله بنشوفها سوا بهالمقتطف قبل ما نعرف انا وياكم عن شو رح نتناقش ونحكي مع بعض. عم نشتغل على الخط، هذا انقاض ومازوت ونمرتو بيضا، هذا سوري وفانو انقاض، وعم يشتغل على الخط مثلنا. هو هلا هو صاحب النفوذ بالمنطقه، بيقبل هذا الشغل يصير؟ ما حدا بيزعم ابدا انه في خطه طوارئ لهذا الموضوع. الشعب اللي بده يوقف معك تكون مجهزه وتأمنه كل الظروف اللي ممكن تدعم صموده. هني اهل اذا صار عندنا شيء بيستقبلونا بعيونهم مثل ما نحن بنستقبلهم بعيوننا. نحن بنتكون من 12 شخص مع الام والاب، يعني في عندنا 9 معوقين. شفت النبي محمد بالنامي وقال يا الله تعطيني كتاب الصبر، يا الله تعطيني كتاب الصبر. بلاقي حالي اني بالاحلام. الملف الثاني يلي رح نحكي عنه، بلشنا قضية مكاتب التاكسي وتزوير النمر واستعمال النمر البيض الأسبوع الماضي، نمر الفانات المزورة، وبعد ما تحركت القوى الأمنية مشكورين تحركوا من بعد ما حكينا على الهواء بعدد كبير من المناطق اللبنانية وقفوا فانات، اتصل فينا عدد من المشاهدين، ولأنه نحن برجع بقول صوت المشاهد وبنسمع لملاحظاتهم، قالوا لنا أنه التقرير اللي عرضتوه كان مناطقي ضوى على منطقة وحدة بلبنان، ولأنه أنت حر حر بكل المناطق اللبنانية، ولأنه كل لبنان بيعنينا ومنضوي على القضايا وين ما كانت، زرنا مناطق الضاحية وجوارها. خلينا نشوف التقرير ومش عم نحكي عنه. جاي تسمل وراي سمروان الحاصودة، سمروان الحاصودة. شو ريس عملونه شي حاجز اليوم؟ هاي نكتة ما بعرف. عملونه شي حواجز دخلات؟ هلا عملوا لي على الاستراد. في شي حواجز؟ عملوا في عوزة بس عملوا حواجز اليوم؟ مش عم بشتغل هلا، التزمت هالنقلة عندي هلا سير راح بلش فيها اخذ عليها 700 دولار. احلى من شغل الفن، احلى من شغل الفن والكرة. يا عمي معنين امني هلا فيك تشتغل؟ يا عمي روح انكمش. يلا يا ابو صلاة عم اشتغل على الخط، هذا انقاض ومازوت ونمرته بيضا، هذا قانون، هذا انقاض حاطط لوحه مصور، هذا سوري وفانو انقاض وعم يشتغل على الخط مثل مثل، هذا الثاني كمان خصوصي. ها لحظه، هذا قانون، هذا حاطط لوحه بيضا وهو انقاض مش له بالمره، يعني حاطط تارك يا عبد الرحمن. فاني وقف فاني روح واقف مثل الاشاره، بس يقولوا لنا انه بكره امني منكيف، انه بكره امني نطلع بنشتغل عادي، بس وقت بيقولوا لنا مش امني ما قلنا نفس نطلع من البيت، لانه بدك تطلع بين 200 300 فان كله مش قانوني، او تاكسيات كله مش قانونيه. هودي كل واحد مثلا عنده سياره خاصه بيشتري اشاره تاكسي بحط على السياره، هلا بيمروا على الاشاره هون، في شرطه هون. ما حدا ما بيسالوا انت شو عم تعمل، ما بيسال هذا شو هون، اي منطقه اخذ ريحته على الاخر هون وتستراد السيد. هيدا انقاض حاطط لوحه كان مسجل على مدرسه وانقضوا له اياه وبعده عم يشتغل على الصوت.
كان مقابيني صار بايده يوميني. الفلاتين الموجود اكثر شيء بالضاحيه بيرجع وراها سير بعبده، بس انه واحد بيكون حاطط حق نمرته وفانو 30 او 40 الف دولار بيطلع بيشتغل مثله مثل اللي حق فانو 1000 دولار وحاله ونمره بيضاء او انقاض، يعني انقاض ما له حق يمشي بالسير، بياخذ بيشتغل اللي انت عم تشتغلون، بنروح على البيت معنا 30 و40 الف وهو بيروح على البيت معه 30 او 40 الف، يعني هو عم يزاحمك نحن لانه ما عندنا حدا يحمينا. جسر السلطان ابراهيم تابع لمفرزه الضاحيه عادي، يعني في روح الانقاض وفي روح المزور وفي روح كل شيء، بس من السلطان ابراهيم باتجاه اليونسكو ممنوع لانه تابع لسير بيروت، في تحريم واستقصاء وبيوقفوا على المازوت وبيوقفوا كرمال الوراق، بس انه مثلا الاكثر شيء فلتين خط الجنوب وخط البقاع ومفرزه سير الضاحيه ومفرزه سير بعض. في عليهم نمره هودي المفرزه؟ لك شو كيف بيخربشوها من ورا لحتى ما تبين النمرة نهائيا؟ اذا صورتهم الكاميرا ما في شيء، مين بيطالوا؟ ما حدا بيقدر يطالوا ليعرف مين اللي قطع. هلا بهيدي الظروف الشوفير السوري مبسوط كثير، هو بالحالات الطبيعية في هلا شي 100 شوفير سوري. هيك في نقلة على شهر الحلو بتاخذها مع الزلمة؟ لمين هذا الفان؟ لك الفان؟ بتروح معه على شهر الحلو؟ على الكراج تبع السوري، ولو ما انت رايح جاي من هون. على البور يعني؟ على البور. قاعدين على الهوية. هي جمعة أمنية هي. هي جمعة أمنية ما مشتغلة. بس أنا لينتهي الدوام هيك أطلع لي شوي دورتي، عن خط معي يلا على الخط. لساعة تنتهي أنا بجي بخف يعني الدوام بخف شوي. بنتهي الدوام دولة هيك بطلع بعمل لي هيك. بالحالات الطبيعية بيقوم الساعة 5 على الشغل بيستأجر الفان ب 50,000 لحتى يعبي مازوت ويبقى وبنزين، بده 70-80,000 ليطلع له 30,000. بالايام الطبيعية بضل من 5 الصبح لل 10-11 بالليل. هلا مبسوط لأنه أيام أمنية بيطلع عم يشتغلوا 24 ساعة، واحد بيرتاح واحد بيطلع محله. بيروح اللي بيتعب بينام بيرجع واحد بيطلع بضل يشتغل 24 ساعة، مبسوطين لأنه هذه أيام أمنية هلا. فينا نحن نشتغل، بيمروا على الحاجز لازم مثلا يتوقف، ما حدا بيوقفه لانه على اوراقه قانونيه، بس ما هو بالقانون ممنوع يسوق، لانه هيدي الرخصه اللي عملنا اياها وزير النقل كمان مش باسمه، كيف له حق يسوق هذا الفان؟ يا عبدو طلقني طلقني يا عبدو طلقني يا عبدو، وصير الفان يرجرج وهالركاب لا فيها ما فيها تحكي لانه ببهدلون الشوفريه لانه بلا اخلاق. بيقبلوا هذا اللي شوفوه، هذا اللي عم يصير بيقبلوا يشوفوا يصير بالضاحية. شكرا. شفنا بهيدا التقرير نمر بيض على الفانات أكتر بكتير من أي نمرة حمراء، نمر مزورة، نمر أنقاض، والأنقاض يعني واقفة عن السير ممنوع تمشي، فانات على المازوت، والتزوير مسيطر على هيدي المناطق كلها. التزوير موجود بكل لبنان ولكن بهي المناطق موجود كتير. والسؤال ليش عطول بدنا نوحي بالإعلام إنه ما حدا بيقدر يفوت على الضاحية؟ ليش لما تحركنا بانتحار على مكاتب التاكسي تحركت القوى الأمنية ودغري وقفت المخالفين؟ والمهم كتير إنه الشوفير يلي عملنا معه هيدي الجولة هو ابن الضاحية، ولكن هو قانوني، نمرته قانونية حمراء، بيدفع للضمان ودافع حق كومي، دافع حق مبلغ كتير كبير، وهو مزعوج من كل هيدا الفلتين مثله مثل كتار من أهل الضاحية وكتار بالضاحية، وبيقول إنه مش عدل أنا طلع 30 و 40 ألف ليرة بالنهار، وكمان يلي مزور نمرة وما معه نمرة حمراء وما بيدفع عليها يطلع مثلي 30 و 40 ألف ليرة بالنهار. والمضحك أكتر إنه بيعرفوا أي يوم أمني وأي يوم مش أمني وأي يوم فيهم يشتغلوا وأي طرقات لازم يروحوا، وين ياخدوا راحتهم وين ما ياخدوا راحتهم، وين بيكون في حواجز. والمزورين كمان يلي عم يعملوا تزوير هني مش بس لبنانيين، لحتى نحكي الأمور مثل ما هي، في شوفيرية سوريين وأجانب مثل ما شفتوا بيستأجروا الفان من اللبناني. بس اليوم منسأل شو ذنبه يلي بيستأجر بيدفع الأجار وبده يعيش عم يشتغل، الحق على اللي عم بيأجره، الحق على صاحب الفان، هو اللي أول شيء لازم نلومه.
الجماعة شايفين انه الوضع فلتين، لما واحد بشوف الوضع فلتين بشوف ما في امن وما حدا عم بيسأل، شايفين انه ما في حدا بيوقفهم، وعارفين كتير منيح انه حتى لو في يوم امني مثل ما سمعتوا وقالولنا بعد الدوام، يعني بعد الحواجز بعد ما يخلص الدوام بيقدروا كمان يشتغلوا. هلأ لنحكي عن الحل عطول، لازم نفتش على الحل وشو المطلوب. اولا امنيا الموضوع خطير جدا وممكن يوصل لتفجيرات وما حدا يعرف مين فجر، ممكن يوصل لاغتصاب ومرق عدد من حالات الاغتصاب مشابهة بانتحار ما قدرنا نعرف لأنه النمر كانت مزورة. هيدا الموضوع بيسهل الخطف بلبنان وكمان ما حدا بيقدر يلاحق الخاطف، والسرقة وغيرها من الجرائم. قصة منا بس قصة فان و500 ليرة على الراكب، قصة قصة جرائم وجرائم وجرائم عم تنعمل وتستعمل النمر المزورة. المطلوب أمن ونظام بكل المناطق اللبنانية. حق الناس تجي تقلنا أنتو يا جماعة يا انتحار ليش بس عم تصوروا هون، عم تصوروا هون وهون وهون. مطلوب حواجز، المطلوب دراجين بالضاحية قادرين كمان يوقفوا كل نمرة مزورة. بعرف أنه عطول اللبناني بيقول شوفوا شو عم بيصير بهيدي المناطق وليه ما عم بيقدروا يوقفوا حدا، ليش أنا بدهم يوقفوني وليش في رادار هون. القانون لازم يمشي على الجميع، منبلش بحالنا ومنعلم غيرنا لحتى يطبقوا القانون. بس الليلة بدنا نقول أنه هي بداية لنطلق شعار سواء القانون على الجميع وعلى كل الناس، وفي مناشدة من الشدة الليلي لحزب الله ولنوابه. بعرف أنه هيدا الفلتين بيعكوا صورة بشعة لألكن ولأهالي الضحية، وبعرف أنه أهالي الضحية هني أول ناس واللي عم يحضرونا الليلي مزعجين من هيدا الموضوع، وما بيناسبهم أصلا يكون الفلتين موجود، هني بدون يدفعوا بدون يدفعوا، اللي بيطلع بهيدا الباص صغير بدون يدفع 500 ليرة أو 1000 ليرة وبدون يدفع إن كان مزور أو ما كان مزور. لازم الحزب اليوم قبل بكرة يطلب من القوى الأمنية ويسهل لها انها تفوت على الضاحية. خليكم في شي مرة هيك مثال حلو، وانا اتمنى من بكرة تبلش الشغلة ونحن نغطيها بانتحار وكل الوسائل الاعلامية تغطيها، ينطفوا كل هالتزوير هيك ما بعود حدا يطلع على الاعلام ويقول هودي محميين من هيدا الحزب او محميين من هالجهة السياسية او مغطينهم. على امل برجع بقول مثل ما تحركت القوى الأمنية من خلال انتحار بمناطق لبنانية بالحلقة السابقة، من بعد ما طرحنا كمان القضية نشوفهم بكرة عم بيوقفوا كل هيدا التزوير بالبساط لمصلحة الناس. برجع بقول القضية مش بس قضية نقل عام، القضية قضية غطى للجريمة للسرقة للنشل للاغتصاب وللتفجير. بتكون أمن هيك ومن هون ببلش الأمن. بعد البريك، العنصرية بمطار بيروت الدولي هي عنصرية عادية. ما حدا بيزعم أبداً إنه في خطة طوارئ لهذا الموضوع. الشعب اللي بده يوقف معه تكون مجهزة وتأمنه كل الظروف اللي ممكن تدعم في الموضوع. هني هل إذا صار عنا شيء بيستقبلونا بعيونهم مثل ما نحن مستقبلهم بعيونهم. نحن نتكون من 12 شخص مع الأم والأب، يعني في عندنا 9 معوقين. شفت النبي محمد كلامة وقال يا الله تعطيني كتاب الصبر، يا الله تعطيني كتاب الصبر. بلاقي حالي إني بالأحلام. بالموسم الأول من انتحار حكينا عن التمييز العنصري على البيسينات وتحديداً مع العاملات الأجنبيات، وإذا بتتذكروا وقت اللي حكينا عن هذا الموضوع وزير السياحة اللبناني فادي عبود كان متعاون جداً وحازم وجدي بهذا الموضوع وأصدر مرسوم حول منع العنصرية، ولكن للأسف شعبنا بقسم كبير منه ما عم يعرف يصير حضاري، ما عم يعرف أنه الإنسان إنسان شو ما كان لونه، شو ما كان دينه، شو ما كان انتمائه، وما عم نعرف نتخطى العنصرية بلبنان. لذلك للأسف بستة تشرين الأول بمطار بيروت الدولي كان عبد شاهين مسافر على دبي وناطر قدام بوابة الطيارة، سمع على السبيكر على مكبر الصوت المضيفة المضيفة بالميدل إيست ذكريات عم بتقول فيليبينو وطوا صوتكم وقفوا حكي، ممنوع الحكي للفيليبينو. هيدا على العالي على الهوبرلور بمطار بيروت، ولحتى ننقلكم الصورة مثل ما صارت لحتى هو يخبرنا شو شاف وشو صار معنا عبد شاهين عبر السكايب من دبي. مساء الخير عبد. أهلا، مساء الخير جو، كيفك؟ الحمد لله بخير. أول شيء بدي منك تخبرنا شو شفت وشو سمعت هيك بشكل سريع، تنقلنا هيدي الصورة اللي صارت معك أنت ومغادر لبنان.
طيب بشكل سريع، انا كنت بست الشهر 6 اكتوبر نهار السبت على بمطار بيروت، رجع على دبي بطريقه طيران عربيه وفيا شارجه، وكنا واقفين على الجيت اخر طياره شوي، والعالم عم يتجمعوا وعم يحكوا مع بعضهم وناطرين لحتى يصير البوردين نطلع على الطياره. نعم. فنحن وناطرين احنا واقفين بالصف الاحرى، وهون كمان في شغله هلا موضحها، نحن واقفين بالصف بسمع على المكبرات الصوت المضيفه تبع او الجراوند سيرفيس تبع ميدل ايست بتقول فيليبينو ستوب توكينج، بترجع دغري وراها حدا بيصلح لها، زميله اللي جنبها بيصلح لها بيقول لها نيبال، ترجع بتقول فيليبينو نيبال people stop talking او talking not allowed، وبيصيروا يضحكوا على الميكروفون. هن شو كانوا عم يعملوا العاملات؟ يعني كانوا عم بعيطوا ولا كانوا عم يحكوا عادي؟ لا لا، هن كانوا قاعدين مثل ما كلنا نحن قاعدين، كلها جروبات عالم قاعدين مع بعضهم، يعني صوت الاولاد بالمطار اللي حوالينا كان اعلى من صوتهم يمكن، بس انه عم مبسوطين يعني عم يضحكوا، عم مش انه شيء مزعج، انا ما تضايقت منهم يعني. نعم نعم، حتى لو يعني، بس انه بدنا نوضح للناس. نعم يعني انا مثلا كان في جروب عائله وفي اولاد وهيدا، انا ما بحب اسمع صريخ اولاده وهيدا، بزحت رحت عشان بيقدر يزيح، هيدا مطار بالنهايه. رحت نعم. عشان ما بنجي نقول للاولاد ما عاد تحكوا ما عاد تصرخوا، يعني نفس الشيء. نعم. فاللي صار هيك، فانا اول مره سمعت فيها كان في معي رفيقي مسافر انا وياه، طلعت فيه قلت له سمعت هذا اللي قلته، قال لي قلت له هي عنا على الجيت هون، لانه هو على السبيكر، فما عرفت انا مين جاي. الجيت حط بعضهم لانه نعم مظبوط، وهي كمان لحتى انا اكد شغلي، انا كل وقت عم بقول جيت 11، هي كان جيت 17، هلا تاكدت من البوردنج باس لقيته طلعت جيت 17 مش 11. نعم. فلما صارت مره ثانيه طلعت انا عم طلع على الكاونتر لقيتها هي عم تحكي وعم يضحكوا، فرحت لهونيك وقلت لها انه عيب نحكي بالطريقه هي، طريقه عنصريه، ما بحق لك تحكي مع حدا بهالطريقه، وانت مطار بيروت ويعني كل شيء غلط عم يصير. فهون ببلشت على نبرات الصوت. شو قالت لك؟ شو قالت لك؟ قالت لي احنا بنعمل بدنا اياه وبدنا اياه بنعمله، وانت ما خصك اصلا وعمول بدك اياه وبحق لي اقول بدي اياه، يعني كل هالحكي هيدا. فقلت لها انا كمان عم جرب الاقي طريقه اتواصل فيها انا وياها، طب انت شو بتعمل اذا رايحه مسافره على فرنسا وبدك تقدمي على فيزا وقفوك بالصف قالوا لك اللبنانيه ما عاد يحكوا؟ نعم. هي هزت براسها هيك قالت لي ايه بس هولي غير عالم. فرجعت انا كمان هون انا فرت يعني، يعني صارت كثير القصه، هلا انا عامل لك اياها شوي شوي، بس هي صارت بعجل كثير ورش كثير قوي، بس هيدا كلام معيب يلي عم بسمعه طبعا، عم تنقل لي صوره بشعه كثير. بالنسبه لي هاي جريمه، مثل واحد يضرب واحد او يقتل واحد، نفس نعم. الشيء نحن مشكلتنا بلبنان انه ما لنا جريمه، هاي بالقانون ما بتعتبر جريمه. خليك عبد معي، رح نحكي بعد، عندي كثير من الاسئله، خليك معي. رح انتقل الى نهله الشهال، باحثه في العلم الاجتماعي السياسي و صحفية في جريدة السفير، وكمان كانت شاهدة على حادثة عنصرية أخرى بمطار بيروت. مساء الخير ست نهلة، كتبت بصحيفة السفير بتاريخ 10/9/2012 موضوع بعنوان عنصرية عادية، والمقال خبرت فيه كيف بيتعاملوا بعنصرية مع العاملات الأجنبيات، ياريت بتخبرينا عن اللي حضرتك كمان شفتي بمطار بيروت. صادف أنه سافرت ساعة 2 بعد نصليل على باريس مع بنتي الشابة اللي رايحة على الجامعة. نعم. وكان في يبدو طيارة رايحة على أثيوبيا، فكان في كمية كبيرة من البنات الأثيوبيات، الأرجح أنهم عاملات بالبيوت وراجعين على بلدهم. نعم. وكانوا محترمات جدا وحلوات، لكن من لما فتنا لما راح كل واحد على يعني على المكتب اللي بيخصه، كانت في معاملة حقيقة أنا ما فيني سميها إلا حفلة مجون عنصرية. نعم. لأنه من الباب للحمال للشرطي اللي قاعد على آلة الإكس راي. نعم. للشرطي اللي عم يفتش، أولاً بعيطوا له هاي هاي أثيوبيا، لكل واحدة اسمها هاي هاي أثيوبيا مع إشارة. اثنين كان في يعني تمقطع فيهم لدرجة أنه مثلاً واحد منهم عم يزيح الشنطة تبعها، طلعت بإيده المسكة، حط بإيده صار يعمل كأنه تليفون يقول ألو ألو، هو عم يضحك ورماها ورا راسه هيك، والبنت مفجوعة لأنه انكسرت شنطتها. واحد تاني أنا عم بحكي عن عناصر مسؤولة. نعم يعني نعم، عناصر أمنية رح نحكي. واحد تاني كانت بنت أخذة معها بالشنطة بارفان بكفي عشيرتها كلها وقبيلتها هونيك وضيعتها، معه حق أنه ما بتقدر تطلعها، بس كان ممكن يقول لها حطيهم بالشنطة لأنه صحيح. كانت الشنطة اسمها راحت. صحيح. دخلت هون بنتي لأنه استفزت جداً،
وقالت له انه طيب بدل ما تقول له بدل ما تقول لك كبيهم ورح تبكي البنت خليها تحطهم بشنطتها شنطه السفر يعني اللي بتروح بالسوق وكل دولار بيحسبوا له حساب لان انجا بيقبضوا يعني هن كمان يعني مش يعني كان في لما دخلنا ان كان بنتي ولا انا لنحكي معه فسالني واحد منهم انه انت نيتي شي مره واحده منهم ما فهمت عم يقول لي نيتي عن شو عاده بيقني غرض الانسان قلت له بتقصد البارفان قال لي لا هيدول قلت له نيت يعني انا بقول لك بصراحه انا لقيت انه في يا عمي العامل اللي بيحمل الباجاج ما كان عم يقبل يحملهم لوحده منهم باجاج مع انه كان في بايدهم 2000 او 5000 ليعطوه ما بيقبلوا بال2000 صاروا بالايام معلش وال5000 اجى يحمل لي الباجاج تبعي منه متاكد انه انا رح اعطيه 2000 ولا 5000 بس نسبيا انت بتعطي اكثر هيك بيعتبروا لا لا كان هو كان عم يقول للأسف. بعد ناقص هو رجال عامل معتر فقير بعد ناقص ما انه هيدول يعني هو يعني هو بده يخدم ناس سن اقل منه هيدا هي العنصريه هي العنصريه هي عنصريه عرقيه وهي ايضا عنصريه فيها شيء من الطبقيه خلينا نعم نقول صحيح. كل واحد بيطهد لي تحت طبعا. انا بعتقد انه اللي صار بالمطار واللي بعتقد بيتكرر كل يوم لما بيكون في طيارات من هالنوع هو شيء خطير وبعتقد انه بيستحق على الأقل تكون مناسبة ربما ينزل بند بالقانون بيقول طبعاً. كل تعبير عن العنصرية هو يلاحق قانونيا مثل ما بفرنسا عقوبة. مثلا نعم نعم يعني نعم يعني هيدي مسألة وإلا طبعا هو لازم تتغير العقليات ولا شك لازم قياميا يصير عيب التعبير عن نعم. العنصرية نعم. خليكي معي لكن أيضا نهلا. قانونيا نعم. لازم يكون في شيء خليكي معي ست نهلا وأهلا وسهلا فيك روح بعد عندي بعض شكرا. مزيد من الأسئلة حسألك هون عبد برجع بنتقل نعم. لك وقت اللي صارت هيدي الحادثة بمطار بيروت وشفت اللي شفته أنت والتعامل العنصري لمين تقدمت بشكوى وشو كان الرد كيف تصرفت أول شيء أنا طلبت منهم دغري يعطوني بدي أحكي مع المدير تعولهم طبعا رف ما ردوا علي صاروا يعني يستهزوا بموضوع بيقولوا لي حتى ارفع دعوه اذا بدك ترفع دعوه فانا وطالع على الطياره كيف يعني هي قالت لك هي قالت لك روح ارفع دعوه اعمل بدك ايه هو كان في زميله اللي حدا كمان هو اشترك بالقصه ويقول لي روح ارفع دعوه اذا بدك اقدم شكوى ما حيصير شيء وتحديك تعمل بدك ايه وغير الاشياء الثانيه يعني صار يحكيها يعني مش ضروري انا احكيها بس ما لها طعم كثير بس حتى ما يعني ما نغير الموضوع عن العنصريه وانا وطالع على الطياره اصلا هي عم تعطيني البوردنج باس الورقه قالت لي يعني بطريقه عم تزهزئ فيه ما تنسى تقدم شكوى رح اشوفك وين حتوصل عم تتحداك يعني موظفه اللي كانت طبعًا. تحت هي ذكرياتي اللي اسمها ذكريات عم تتحداك كانت علنا انه عمول بدك اياه وتقدم بشكوى وحتى ضلت وراك على الطياره كانه صار فين كي يعني بالاخر مش بس هيك انا وعم بطلع تقول لي ما تنسى تقدم واصلا انت ما فيك تقعد حدهم على الطياره بدي اشوف كيف حتقعد حدهم هلا فانا بس طلع على الطياره رحت لعند الـ شو اسمه المانجر المسؤول بطيران العربية قلت له شوف هيك هيك صار معي وأنا ما عم بقدر أقدم شكوى تحت أنتوا عم تدفعوا لهم مصاري لميدل إيست لحتى يعطوكم هذه الخدمة لأنه أنتوا مش واقفين تحت وهي عم تأثر عليكم وأنا كلاينت عندكم وكنت تفضلوا أنتوا تودوا هذه الكومبلينت للميدل إيست وتقولوا شو هتعملوا فكانوا كتير متعاونين قعدوا معي عبوا الكومبلينت فهموا بالضبط شو صار وعدوني انه خلال 48 ساعه حيوصلوها للمانجمنت تاعيتهم الاداره تاعيتهم ولح يرجعوا لي بالفعل هيك صار هيك صار وبعد 48 ساعه وصل الكومبلينت يلي عبيتوه واتخذت اجراء الميدل ايست وطردت الموظفه مزبوط هذا كان اول شغله هيدي اول خطوه أنا. اليوم شو بدنا نطالب لنستفيد من هالمساحه من انتحر طردوا الموظفه شو لازم نطلب منهم هن مشكورين انه عملوا هيدي الخطوه لكن احنا المطلوب منهم بعد شوي اكثر نحن طماعين لان هيدي قضيه اكبر من هيك بكثير طبعا انا اللي عملته غير هيك هلا انا حتى اقول لك شو لازم نعمل وانا طلبته بابليكلي علنيا من ميدل ايست جراوند انا بعت له ايميل لاستاذ ريشار مجاعس اللي هو الجنرال مانجر تبع الميدل ايست جراوند سيرفيسز طلبت منه اول مره لما قلت له قدمت شكوى كمان هو تلفن لي بعد نهار وقال لي انه انا رح اخذ الاجراءات اللازمه بعدين انا بعت له ايميل انه انا سمعت انه هيك صار فيك تاكد لنا اللي صاروا فبرد علي انا بعت له بابليك ايميل حطيته على فيسبوك وكل محلات انه بدنا ثلاث اشياء اول شيء اكد لنا شو بالضبط هي الاجراءات الاصلا معتمده اللي البوليسيز تبع الميدل ايست جراوند حتى نحن نعرف انه بكره اذا صار شيء هيك بنعرف كيف يتصرف العالم وثاني شغله انه يستقبلني انا وغيره اشخاص ثانيين اللي هن مهتمين يحسنوا وضع مطار بيروت وهذا شيء ما منيح لنا نحن بدنا ميدل ايست تكون واجهه تبع لبنان طبعا هي من افضل شركات طيران يعني بالشرق الاوسط فنحن ما انا يعني هو مثله انا ام شور انه يعني اكيد انه هو اصلا ما بيقبل هيك يصير
فقلت له خلينا نقعد مع بعض ونحكي عن كيف فينا نعمل، كيف فينا نحط آلية للمحاسبة، وكيف فينا نطور الأشياء حتى ما يصيروا هالأشياء، لأنه عيب يصير. نعم. وما حدا قبلينهم. نعم. والثالث شغلة طلبت منه إذا بيقبل يشترك معنا بهيك إنيشيتيف، يعني بمشروع لنرجع. نعم. نستقبل العاملات الأجنبيات اللي انهانوا إنه وفيتين على مطار بيروت. خليك معي عبد، هلا رح أنا وياك نرجع نوجه لهم هيدا النداء ونرجع نطلب منهم المزيد من القرو، بعتقد لازم يتعاونوا. ست نهلا. نعم. سمعتي شو كان عم يحكي أستاذ عبد؟ نعم. وسمعتي كل اللي حكيناه الليلة. نعم. اليوم لحتى نقدر نوصل على طول لنتيجة ونحن منفتش على حلول بانتحار ما منكتفي بعرض القضايا. نعم. شو لازم نقول لدولتنا اللبنانية بعيدا عن الميدل إيست؟ الميدل إيست شركة بالنهاية في عندها مرجع خاص منقدر نمون عليها، ويمكن بغيره وبيعملوا نظام داخلي بيحطوا قانون بالشركة واضح لكل الموظفين وبيفهمون. بس القضية مثل ما حضرتك فسرتي لنا قضية قلة معرفة عند كل الناس، يعني عند معظم الناس. لا، هي مش بس قلة معرفة، هي قلة معرفة وهي أيضا عنصرية. عنصرية، العنصرية مقبولة، يبدو لي أنها مقبولة اجتماعية، يعني الناس بتعتبرها شيء عادي، شيء مشروع بشكل من الأشكال. وصفتيها حضرتك بالمقال بأنها عنصرية عادية، عادية. يعني نعم. وكأنه نعم. شيء يمر مرور الكرام. هيدا نسبة لفيلم. كيف نحول العنصرية في لبنان إلى جريمة أو إلى شيء يخاف منه اللبنانيين؟ أولا يجب أن تدان بكل وسائل الإعلام، بالمدارس، بالتربية، يجب أن ينشأ وعي عام اسمه أنه هيدا عيب. يعني ما هي الدنيا بتتصنف عيب ومش عيب، هيدا لازم يقع ضمن باب العيب. لما ولكن بيقع... اكيد الوعي العام ست نهلا، انا بعتذر. نعم. عم اطشك، ولكن اكيد الوعي العام مهم جدا، بس اذا ما كان في رادع قانوني او شيء يخوف الناس. عم اقول اولا لازم تعتبر. نعم. عيب. ثانيا لازم ينزل بند قانوني مثل كل البلدان اللي بتحترم حالها، بتقول انه التعبير عن العنصرية بكل اشكالها يلاحق قانونيا وينحط عقوبات. بعتقد هيدا ربما، بعرف انه احنا مش بلد قانون كتير، ولكن وجود هالشيء بيعين ايضا الحد اللي مش مقبول والحد المقبول، بعتقد انه ضروري. فينا صار. فينا الليله عبر انتحار نعتبر هي مراسله على الهواء لل 128. نعم. نائب لبناني يلي عم يطالبوا بزوده، يلي ويلي ولا واحد منهم قدر يعمل قانون بمعدل، قدر يعمل قانون واحد عامل 0. شيء انه يعمل اقتراح يقدمه الى مجلس النواب. نعم. يعني هل في حدا حابب يعمل شغله الليله؟ نعم. انا بناشدهم لهالنواب يستعملوا التعبير اللي قلتي انت، يقدم اقتراح ويقول كل تعبير عن العنصريه يعتبر جرم معين عقوبته 1-2-3 ويقدمه الى مجلس النواب. هيدا اللي لازم يصير. نعم. هيدا المينيمم اللي لازم يصير، وبعدين بنشتغل على العقليات وعلى القيم السائدة. بس هيدا بدي اسألك كمان سؤال أخير. نعم. عن القصة اللي صارت مع عبد. نعم. اليوم طردت الموظفة. نعم. مش لازم نوقف عند هون، وهيدا شيء مش كافي. شو لازم نطالب الليلة من الميدل إيست انه يتعاونوا معنا بشو؟ شو يعني؟ بعتقد انه منيح اذا بيطلع بمطار بيروت ايضا عند ستاندات الميدل إيست وعلى كل الستاندات شيء مثل من نوع انه حملة انه لبنان والشعب اللبناني ليس عنصري، او انه دين، يعني في ممكن عمل رسم قانون داخلي في كمان. طبعا، بس عم اقول انه ممكن ينعمل تعبير، هو نوع من الاعتذار اللي طالب فيه الاستاذ لكل الناس اللي بيمروا. مش بركي حمله مع جمعيه معينه، حمله مع معمنيين، يعني تنعمل بتعكس صوره حلوه، فلايرز، رول ابس بالمطار، اعتذار. بتعكس صوره حلوه. اعتذار، الواحد لما بيغلط لازم يعتذر. نعم. يعتذر من الناس اللي غلط منهم. هيدا بداية الاجتماع البشري. إذا البشر ما بيعتذروا من بعضهم على الغلط بصيروا وحوش بالغابة، ما نعم. هيك؟ نعم. ست نهلا، في حادثة كمان عم بيخبروني مشابهة، هلأ عم بيخبروني وصارت بتعرفيها مع موظفة في الأمم المتحدة. نعم، هيدي مشهورة كتير. ماذا حدث؟ هي بشكل سريع بعتقد كانت Head of Service بالUNDP. نعم. أو جاية كconsultant، وكانت رايحة تتغدى مع رفقاتها وهي سودة، بعتقد إنها غانية وبعتقد إنها بروفيسور عندها مركز طبعاً. نعم. يعني وبالمطعم رفضوا يستقبلوها لأن سوداء، قبلوا إنه يفوتوا رفقاتها اللي هن اللبنانيين وغير لبنانيين عرب، علما أن هي تشغل مركز مهم جدا. لما عرفوا بعدين إنه شو قصتها حاولوا يتلافوا الموقف، طبعا رفض الجروب. أكيد. وهيدي انشهرت كتير الحادثة. هيدي القصص كانت عم بتصير معيبة جدا. هالقصص عم بتصير ست نهلة بتعكس الصورة للأسف بشعة عنا، ونحن مش كلنا هيك، ومش كلنا عنصريين، وما بنقبل بلبنان يقولوا عنا، يدلوا علينا ويقولوا عنا عنصريين. بلكت منبطل نسمي البنات اللي بيشتغلوا بالبيوت وبيساعدون
بيقولونا سريلانكيتي وفلبينيتي صانعة بيقولولها ولا وفلبينيتي وسريلانكيتي يعني باسم بلدان بيقولولهم صانعة كلمة صانعة كمان بشعة هيدي لأنه باللغة اللبنانية فينا نقول عنا العاملة الأجنبية العاملة اللي بتساعدنا بالبيت لأنه بيربوا الأولاد صاروا هلأ إذا مندخل هيدا ملف تاني بيربوا الأولاد بس اليوم يما يقولونا فلبينية وبنغلاديشية كأنهم عم بيهينوا بلد بأكمل وعلما أنه الفلبيني وبنغلاديش وهودي الدول متطورين بإشياء أكتر من لبنان وإذا منروح لهونيك نحن منشوف أنه أحسن منا بالكهرباء وبإشياء كتيرة يعني فعيب ينحكى هيدا الكلام أنا ست نهلة أول شيء بدي أشكرك بدي حي هيدي الحملة اللي عملتيها ولو بمقال ببلش ولكن نحن وياك رح نحط إيدنا ببعضنا مع عبد كمان شاهين وبعتقد المشوار ما بيوقف اليوم بانتحار نحن على طول منكمل بقضايانا وبأكد لك بعد الحلقة رح يكون في كتير من المتعاونين في سبيل هذه القضية من الجمعيات من سيدات المجتمع لحتى نحط إيدنا ببعض وبإذن الله نوصل إلى ختمة حلوة لصورتنا لإلنا نحن مش عم نعمل هيك أول شيء كرمالهم لا عم نعمل أول شيء كرمالنا لأن هذا بشع لقلنا يعني هو ما عفوا بدي أضيف بس كلمة واحدة مش بس التعبير عن العنصرية ممارسة العنصرية يعني كمان في اضطهاد للعاملات يعني هو ببلش بقانون واحد بعدين لازم يشمل عدة قوانين لما البنت الأجنبية اللي بتشتغل ببيت ممكن تتعرض لكل الانتهاكات نعم ما في شيء بيحميها أكيد. هيدا كمان عنصرية بس يكون في شيء بالقانون بيكون رادع صحيح. عبد شاهين أنا بدي أشكرك إذا بتشكر ضيوفي اثنينتهم اليوم لأنه شاركونا مشاهداتهم ساعدونا لإيصال الصورة نهلة الشهال وعبد شاهين أنتوا تحركتوا وعملتوا شيء في كتير من اللبنانيين والناس ما بيعملوا شيء حول يلي شافوه عبد من دبي كان معنا على السكايب وست نهلة كانت هون يمكن غيركم ما كان اهتم أو كان شارك بالعنصرية حتى يعني غيركم يمكن كان شارك معها لهالموظفة وما اهتم لهذا الموضوع ذكريات الموظفة بالميدل إيست عملت مثل ما كتير من الموظفين بيعملوا وهي صورة عن شريحة من المجتمع بس الأهم أن تتحول إلى درس وتخجل من يلي عملته والأهم أنه اتخذ إجراء بحقها من قبل ميدل إيست هيدي بداية ولكن بدنا نكمل قضية مناهضة العنصرية عطول رح تضل قضيتنا بانتحار ورح نضلنا ندافع عنها مع الست نهلة مع أستاذ عبد مع كل المعنيين نحن طالبين الليلة نايب واحد من 128 نايب ليقدم اقتراح بالتعاون معنا إلى مجلس النواب لحتى يتحول هذا الموضوع إلى قانون ويصير فيه شوية ردع ونحن بنطلب من كل الجمعيات المهتمين بهذا الموضوع كمان أنهم يتعاونوا معنا كمان أنهم يحطوا إيدهم بإيدنا عيب لليوم بال2012 نتعامل مع هودي العاملات ونتعامل مع هودي الأجانب بهذه الطريقة بريك ونتابع آخر بارتي من برنامج التحول ما حدا بيزعم أبداً أنه في خطة طوارئ لهذا الموضوع الشعب اللي بده يوقف معه تكون مجهزه وتأمنه كل الظروف اللي ممكن تدعم في الموضوع هني هل إذا صار عنا شيء بيستقبلونا بعيونهم مثل ما نحن مستقبلهم بعيونهم نحن نتكون من 12 شخص مع الأم والأب يعني في عندنا 9 معوقين شفت النبي محمد كل نعمة وقال يا الله تعطيني كتاب الصبر يا الله تعطيني كتاب الصبر بلاقي حالي إني بالأحلام بلدنا ما بيعرف إلا يموت ويعيش ما بيعرف إلا يخلص من حرب ليشهد على حرب تاني ومن عدوان لعدوان تاني هيك عاشوا جدودنا هيك عاشوا أهلنا وهيك نحن عايشين ما في جيل مرق على لبنان ما عاش الحرب بعد وما عنا توقع إنه يجي جيل جديد إلا ما بده يعيش الحرب وإلا ما بده يذوق هيدي الطعم البشعة عطول اللبناني بحالة انتظار بحالة ترقب بيتمنى أنه نخلص من الحرب وعطول بأحلامنا منقول بدنا نخلص من الحرب وبلدنا بده يروق ولكن تفكيرنا على طول مشغول إذا صار في حرب جديدة وين بدنا نروح وشو رح نعمل وكيف منتصرف وبعد ما صارت الحرب داخلية للأسف صار لنا حرب جوا أبشع من اللي برا بين اللبنانيين إذا صار في عدوان جديد هل جاهزين اللبنانيين أنهم يستقبلوا بعض خلينا نشوف التقرير ونرجع نتناقش نحن وياكم فيه
حدا بيزعم ابدا انه في خطه طوارئ لهذا الامر. احنا بالبلد فيش خطه طوارئ للسير. احنا بس نحل عجقه السير بالبلد بيبقى بصير نفكر بشي تاني. إذا تكررت الحرب من جديد مع دولة إسرائيل أعتقد أني أول الهاربين من هذا البلد. لأنه الذي عاش خلال 33 يوم خلال هذه المأساة أحدنا أصبح لديه السكري، أحدنا أصبح لديه الضغط، كيف؟ ها زد على ذلك لم نلاقي أي تجاوب ها ولو بكلمة شكرا. ما تعلمنا للأسف، ما تعلمنا. نحن وقت الحرب نفكر شو بنعمل، يعني الحديث كان مرة إنه إسرائيل مأجلة حرب أو بتأجل حرب، بكون عندها كم واحد بعد ما أصلا كمامات مشلحتها ترد الكيميائي عنهم بتأجل حرب. العنصر الفرد كتير مهم بالمجتمعات الإسرائيلية للأسف. احنا مجتمعنا ما بعرف كتير رخيص الشخص، كتير رخيص. الصمود والجهوز والجهوزية لمقاومة عدو من هالعدو هذا هو بيتطلب الثلاث المقدس اللي طرحوه مقاومة وجيش وشعب بشكل أساسي. إنما في شيء بيتطلب كمان غير هيك، هنو الشعب اللي بده يوقف معك بتكون مجهزه، مجهزه بثقافته، بأدائه، بانتمائه، بولائه، وتأمنه، ملجأه، أكلاته، مستشفياه، كل الظروف اللي ممكن تدعم صموده. هدول نحن للأسف مش موجودين. فيما لو وقعت حرب جديدة على جنوب بحجم الحرب الماضية أو أقل حتى نقول، يعني لبنان غير مستعد، لأنه فورا الإنسان ينزح. ليش؟ لماذا ينزح؟ لأن الدولة ما اهتمت بمسببات صموده. الناس اللي فتحت بيوتها فيما مضى رح تفتح بيوتها إذا لا سمح الله تكرر هذا الأمر. لو صار حرب تموز جديد 2012 2013 وما كان صاير 7 أيار و5 أيار ونحن يهود ونحن عملاء لإسرائيل، كنا حطيناهم بقلوبنا حطيناهم. بس وين بدك بعد تستقبلهم؟ كيف اني كيف قالوا عايزين يجوا لعنا وقايل عنا نحن يهود؟ بعد ما صارت احداث 7 أيار واللي سبقت احداث 7 أيار ما بعتقد انه بقى حدا بيستقبل باي منطقه او اي عائله بيروتيه بعد ما تعدى على حرمتها ب7 أيار وانقتلوا شبابها وتعدوا على نسائها. اصلا اللي صار ب7 أيار يا محلى احداث ال75 بتعرف كانت بيروت مقسمه، بس وقت اللي بفوتوا عندك بالشوارع ويحكوك كلام يطلع كلام منهم كانه طب نحن قتلنا الحسين. ما بحكي باسم كل المنطقه، بحكيك باسمي وباسم الحاشي اللي حاول منا نستقبله. قلت لك بعيوننا وبقلوبنا وببيوتنا، واهلا وسهلا فيهم ان في حرب او ما في حرب. وسبع ايار وغير 7 أيار كله بينتهي قدام العدو الاسرائيلي. لو السياسيين نسوا 7 أيار جرح 7 أيار الشعب ولا ممكن ينساه. الناس اللي استضفتهم بال2006 ببيتي عائلة وأولادهم من حزب الله وكانوا بالمعارك وأنا حطيتهم ببيتي، هلأ بيشوفوني على الطريق ما بيقولوا مرحبا. ما عندي مشكلة، يعني أهلا وسهلا بحطهم بعيوني، بس هني أهل إذا صار عنا شيء بيستقبلونا بعيونهم مثل ما نحن مستقبلهم بعيوننا. ونحن بتمنى من الله أنه ما يصير حرب بلبنان. خلاف بلبنان منه خلاف مذهبي، خلاف سياسي. في متعصبين، ما عم نقول لك لا، نحن عنا متعصبين وهني عندهم متعصبين وإي طائفة بلبنان فيها متعصبين، بس بالنهاية بيروت بتستقبل كل الناس. نحن ما بنسكر بابنا وش حدا، بس اللي بيشعر بنفسه انه اذى اهل بيروت يوم من الايام وقتل شهدائنا واساء الى مقدساتنا بعتقد انا في فئه معينه مضلله يمكن اوتوماتيكيا ما حييجوا. في مشكله للاسف. الوضع اللبناني حاليا
بده رجلج شوي. العائلات اللي كان السبب الأول بتصور هلا صعبة تستقبل. بدها شوية تعاود هيك ترجع اللبنانيين يحبوا بعض أكثر. وهي بنشتغل عليها. وهي بنشتغل عليها. هالتقرير مش استباق ولا توقع لحرب جديدة، بس لازم نكون واقعيين على طول ولازم نحكي الأمور مثل ما هي. طول عمرنا عايشين بحرب، وحرب جوانية بين بعضنا، بس الحرب يلي عم نحكي عنها ويلي بدها تحليل أكتر واللي بدها وعي عند كل اللبنانيين هي الحرب المتوقعة وكيف لازم نتصرف. للأسف يلي مبين من هيدا التقرير إنه في نقص كتير كبير للوعي، في احتقان مذهبي طائفي عند قسم كتير كبير من اللبنانيين وعند معظم اللبنانيين، وهيدي المشكلة، هيدي الحرب الأكبر وهيدي الحرب البتطول. ضيوف التقرير اللي هني أصحاب الاختصاص والخبرة والأكيد مثل ما قالوا أنه نحن لوجستياً أول شيء مش جاهزين لحرب، والأكيد أنه بعد ما تعلمنا نحضر حالنا قبل بوقت، عطول لما بتجي الحرب بنصير نقول يا ربي وقعت الوقعة شو بدي أعمل، والأكيد أنه ما في خطة طوارئ بلبنان وما عم نعرف نتعلم من الحروب يلي عم تمرق ومن الأضرار يلي عم تسببها هيدي الحروب. الأكيد انه ما حدا جاهز لحرب، والحرب ممكن تجي باي لحظه. اللي مش اكيد وواضح من حكي الناس انه في قسم من اللبنانيين ما رح يستقبل خيو اللبناني النازح. هيدا الكلام منه مقبول، هيدا الكلام ممنوع حدا يقوله، وشو ما صار مش رح نتعامل مع بعضنا بهيدي الطريقه. الاخوان يلي حكيوا بالروبورتاج من الطائفه السنيه مش عارفين شو عم يحكوا، يعني بمكان ما عم يحكوا لأنه يمكن محروقين ومحقونين مش عارفين شو عم يحكوا. ولحتى أكون واضح أكتر، اوعى حدا يعتقد أنه إذا أجت الحرب المراجع السنية الدينية بلبنان والمراجع السياسية السنية بلبنان تقبل هيدا الكلام ورح تتصرف بهيدي الطريقة. وأنا بدعي هلأ كل المشاهدين أنهم يتصلوا على الهواء، بدي أخذ اتصالات من اللي مستعدين يستقبلوا إخواتهم اللبنانيين النازحين إذا صار في حرب على لبنان، بالرغم من كل الجراح وبالرغم من كل يلي صار. ممنوع اللبناني ما يستقبل خيو اللبناني. الأرقام عم تمرق هلا على الشاشة وكيفية التواصل نحن وياكم عم تمرق على الهواء، وبذكر كل ما عم يحضر تقدروا كمان تتصلوا فينا عم تسمعوا البرنامج عبر جرس كوب اف ام. مثل ما كنت عم اقول ممنوع اللبناني ما يستقبل خيو اللبناني لو شو ما صار. ممنوع لما نكون بحرب مع العدو ما نفتح بيوتنا وبوابنا لبعضنا، ولا الرئيس سعد الحريري ولا المفتي قباني ولا أي مرجع سني بلبنان بيقبل بهذا الكلام، حتى لو ما نسيته سبعة أيار، حتى لو الجرح عميق كتير وصعب. ولا يمكن نخلص ونتخطى الحرب إلا إذا وقفنا حد بعض، إلا إذا توحدنا. اليوم فينا نقول أنه بطل قرار الحرب بإيد طرف واحد بلبنان. من قبل كان يلا بتجي الحرب ونحن ما معنا خبر، بعتقد اليوم المعادلة صارت مختلفة وقرار الحرب بطل بطرف واحد من البلد. هالمرة كل لبنان معني بقرار الحرب والدفاع عن لبنان، أو ما رح نعترف فيها هيدي الحرب. مش هيك بعتقد سياسيا راحت الأمور لمحل تاني وصارت الحرب القرار بده يتخذ من كل الأطراف، سني الشيعي الدرزي والمسيحي معنيين بالحرب إذا صارت. بتقولوا لي ما بدنا حرب، أنا أول واحد بقول الليلة على الهواء ولا حدا من اللي عم يحضر ولا حدا من اللبنانيين بده حرب، لأنه الحرب مش لحتى نتسلى فيها، بس بدنا نتوقع كل شيء بهذا البلد. وبتمنى أنه ما نشوف أو نسمع كلام تحريضي بالإعلام، حطيناهن على الهواء لنفرج الناس قديش الناس محقونة وقديش الناس عندها من الطائفية والمذهبية، ولكن هذا الكلام نحن ما بدنا نسمعه. هذا كلام مستفز جدا سمعني على الهواء اليوم. معي اتصال من محمد، مساء الخير. مرحبا، تفضل استاذ محمد. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، تفضل حبيبي. قال لي بس سؤال، بس بدي اعقب على شغله. نعم. اسرائيل وقت عم تيجي تضرب هون، بس بدي رد على شوي على هول اللي ما بيستقبلوا بيوت، لانه اسرائيل مش عم تسمع وقت عم تضرب. نحن كلبنانيين عم تضرب كل العالم، مش عم تضرب الماروني وعم تضرب الكاثوليك وعم تضرب السني وعم تضرب الشيعي. نعم. لانه اسرائيل هي عدوة الكل مش عدوة الشيعي. هلا اذا انا بدي اكون، اذا بدي احكي بلسانهم، اذا بدي احكي بلسانهم، هن يمكن بيعتبروا انه المسبب للحرب مش هن. يعني انا عم اقول لك يعني شو بيقولوا هن بنفس الوقت انه ما بامر. هلا اذا عم تحكي عن هلا بعد سبعة ايار انا بوافقك اكيد اللي عم تحكي. بس سؤال، بس بدي، بس معني فهمت عليك، بس بدي لك ما بامرنا نحن واسرائيل حرب، كنا نحن المبادئين الا هن. نحن على طول عم نترقى الضربه، نحن عم ندافع، ما كنا نحن عم نهجم. نعم صحيح ولا نعم؟ حضرتك من اي منطقه؟
من أنا مش مستار. نعم من البقاع. من البقاع. نعم. بس أنا سكان بيروت يعني. نعم أهلا وسهلا فيك وبشكر اتصالك. على رأسي. إيه بقى طبعا نعم. بيتنا لكل شيء وهيدي قصة الحرب اللي صار هاي اللي صار بيروت هيدي معلش كل اللي بأهل بيروت وبرات بيروت كل العالم بتعرف إنه انه هيدي من ورا السياسيين نحن اللبنانيين ما قلنا مع بعضنا شيء. نعم بالعكس انا عم تعتبر حضرتك القضيه قضيه انسانيه مش سياسيه بالضبط بكل ما بد وقت بيكون في اسرائيل بدا ما في شيء كل البيوت لكل العالم. نعم شكرا لك محمد بتمنى من كل حدا حابب يتصل اذا حدا بعد حابب يطلع معنا على الهواء الارقام عم تمرق على الشاشه قديش انتم مستعدين انكم تستقبلوا خيكم اللبناني لما بيصير في حرب وما تنسوا رح يكون اذا صار في حرب لا سمح الله ونحن ما بنتمنيها ولكن لازم نحلل لازم نشوف تحاليل سياسيه رح يكون في ما لا يقل عن مليون يمكن يوصلوا للمليون نازح مليون نازح بيعملوا ازمه اجتماعيه كتير كبيره وهيدي شغله منا مسحه لازم نعرف نتعاطى معها ولازم نعرف من هلا نكون واعيين ومثل ما قلنا ما في خطه اذا صار في حرب بلبنان ما حدا حاطط خطه ما حدا من السياسيين عامل بلان عامل خطه انه كيف بدهم يتصرفوا هاللبنانيه اجتماعيا عم بدي احكي قضيه اجتماعيه كيف بدهم يتصرفوا مع الحرب اذا اجت معي اتصال مساء الخير مساء الخير اهلا وسهلا تفضلي الو انا نعم. انا عشت الحرب وجربت مؤاساة الحرب نعم وشفت عمي وهو ميت كان عمري 10 سنين مقطع نعم وبعدني عايش بالحرب وعشت حرب تموز كمان نعم ونحن تهجرنا على السام نعم وانا بيي ما قبل انفل اخواتي كلهم فلوا انا صمدت انا ما بنكر انه انا بشرب دواء اعصاب وبعدني عم بشرب دواء اعصاب نص اللبنانيه من ورا الحرب بياخذوا ادوية اعصاب نعم صامدي انا بلبنان بعد 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 قادره تتحملي قادره تتحملي حرب جديده قادره اتحمل كرمال لبنان باقي بلبنان أنا. تستقبلي اخواتك اللبنانيين النازحين اخواتي كلهم سافروا انا ما سافرت لا لا عم بحكي خيك الانسان اذا في نازحين لبنانيين وصارت الحرب رجع لعندك على البيت اوكي اوكي اخواننا السوريين هلا كلهم عندنا نحن انا لا مع ولا ضد النظام واللبنانيين اذا صار حدا. في حرب تستقبلي كل اخواتك اللبنانيين على حدا سياسي نعم 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 انا تابعه لالله وبس نعم اهلا وسهلا انا سعيد نعم. بضمير اي انسان لزق لالي اهلا وسهلا فيك وانا بشكر اتصالك كمان ورايك على الهواء اذا بعد عنا اتصال بناخده قبل ما نختم هذا الموضوع يلا مساء الخير مساء النور تفضل اهلا وسهلا فيك تفضل حضرتك من الجنوب هيدي اللهجه هي اللهجه الجنوبيه اللي بنعرفها كلنا تفضل ايه جنوبيه اكيد طبعا اهلا وسهلا فيك نحن بنقول للشباب اللي عم يقولوا انه ما بيستقبلونا نعم نحن كل عمرنا بنقول هيهات منا الزله وبعدنا بنقولها وحنكفي نقولها من 1500 سنه نعم السلام عليكم اهلا وسهلا فيك وبرجع بقول نحن حطينا هيدي الاراء وبرجع بقول نحن حكينا عن هيدا الموضوع لحتى نصوب الأمور ولنوعي اللبنانيين كيف لازم يتصرفوا ولحتى اللبناني يضل يوقف حد خيو اللبناني ما نخلي السياسة تفرقنا ما نخلي الطائفية تفرقنا هودي الزعماء قاعدين ببيوتهم لما بتصير الحرب نصهم معهم باسبورات أجنبية بيحملوا حالهم وبيسافروا ما حدا منهم بيقعد هون وما بيعرفوا المعاناة يلي نحنا منعيشها مع بعضنا مشان هيك لازم نحنا وياكم نكون أصحاب القرار ونحن وياكم نعرف كيف نوعا نتعامل مع بعض كلبنانيين وما نخلي هيدي السياسة اللي أفسدت هذا المجتمع واللي أفسدت الناس واللي رح تخرب لنا هيدا البلد أنهم يتحكموا فينا أو أنهم يحرضونا على بعض والأهم وعندي نقطة لازم نحكي فيها ولا مرة حدا بيحكيها هيك مثل ما هي صار لنا 10 سنين كل ما حب حدا يترشح أو يعمل نايب أو يفوت بشي حزب معين أو هيدا بيطلع بالإعلام بيحكي عن سلاح حزب الله منشوف شعارات كل ما حدا حابب ياخذ موقف سياسي او انه يربح اصوات انتخابيه بيحكي عن سلاح حزب الله زهقنا كل يوم نوعى كل يوم نقرا على شاشات على المانشيتات هيك من تحت نزع سلاح حزب الله وحزب الله ونزع سلاح حزب الله شعارات شعارات وسلاح الموحد وشعارات سياسيه 10 سنين صار لها الشعارات بتطلع على الشاشه ولا حدا تعاطى مع هذا الموضوع بجدية كافية ولا حدا كان من داخله جدي أصلا لنحل هيدا الموضوع فيعملوا هيدا للسياسيين يعملوا استفتاء اسألوا اللبنانيين كلهم بلبنان عندكم 3 مليون 4 مليون اللي هن يعملوا استفتاء اسألوهم إذا بدهم سلاح أو ما بدهم سلاح إذا أكتر من نص بدهم سلاح ما بحدا يطلع يعمل شعارات يروحوا ناقشوه بطريقة تانية وإذا ما بدهم سلاح حتى نعرف كيف يلتقى هيدا الحل والأكيد التنظير عبر الإعلام وهيدي الشعارات اللي بتمرق على الشاشة ما رح تشيل السلاح
بدكم تشوفوا شو الطريقة كيف المفروض يتوحد السلاح، يصير سلاح واحد ويصير سلاح وطني وشرعي لحتى ندافع كله عن لبنان من خلال هذا السلاح كله. بس وقفولنا بليز شعارات على التلفزيونات، يا ريت كله حطها بلبنان، بس يطلع حدا يحكي عن السلاح ما بقى تمرق له، لانه 10 سنين وهي ذاتها عم تمرق، هي ذاتها سيدي وعم يبرم وما عم نوصل لمحل. ولحتى نختم هذا الملف، كل لبناني مجبور بخيو اللبناني بعيدا عن السياسه، مش ميت لك حدا وهالقد مقهور وحدا من اخواتك او اهلك بالشارع قتل عن على يد طائفه ثانيه، اذا اجوا لعندك هيدي قضيه اجتماعيا وانسانيا مجبورين ببعضنا، اذا اجت الحرب ومجبورين نستقبل بعضنا، بدنا نعض على الجراح، بدنا نعرف كيف نتخطى هيدي المشاكل. اذا بدنا نلحق السياسيين رح نضل كل حياتنا نقتل بعضنا ورح نضل خسرانين. اذا بدنا نربح حالنا ونربح المجتمع بدنا نتعامل مع بعض من انسان لانسان، مش من طائفه لطائفه، ولا من انا مع الحزب الفلاني وانا مع الحزب الفلاني، ولا من 8 ومن 14 لانه اثنيناتهم خربوا هيدا البلد. اخر ملف رح نحكي فيه الليله هو ملف مهم جدا وانساني. بالموسم الاول كان في حصة من برنامج أنت حر للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان اليوم فتنا على بيت لعائلة فيها 6 إخوة مكفوفين وثلاثة عندهم إعاقة وحالات نفسية وعصبية وبياخدوا أدوية أعصاب. تعرفوا على العائلة يلي زرناها بهذا التقرير. نحن بنتكون من 12 شخص مع الأم والأب، يعني في عندنا 9 معوقين مع الباقي 10، يعني الباقي توفى، 6 شباب مكفوفين وبنت مكفوفة وعندها مرض أعصاب، واثنين عندهم بيقشعوا بس عنده كمان مرض أعصاب. اللي بليله غرقان سارح بهالنجمات يتأمل إنه في مين عم بفكر فيه. يا أمي وقت اللي زوجنا نحنا كان يقشع جوزة، وبعدين صار عندي ولدان مع من عمر يوسف ما عاد يقشع، كان عمره 7 أشهر يوسف ما عاد يقشع، صار يخفض نظره شيء بشيء بعدين ولا شيء. أنا بقشع تقريبا نص ال 50% أو أقل شوي. شو بتعمل؟ كنت أشتغل تكييف وتبريد، هلا بعدني بشتغل بس يعني كيف نهار 10 لا مش عادي، إنه ما عاش فيه وكيف بشتغل، يعني بدنا مساعد بناوله شغلة لواحد أو بدلني على شغلة. هلا شو بدي شايفني؟ هلا شايف كشخص بس ما مش مميز تلاميح وزي. بدي غني للناس اللي ما عنده الناس. وفاء كفيفة عندها أعصاب اللي التركيز، مع انه هي وصلت للجامعة يعني، بس ما لها شيء 5 سنين 6 سنين بهيدي الوضعية وبتحكي لحالها احيانا. على الحزن في يوميا الانسان بتواجهه الشغلات، هلا مثل الحزن انا فقدت بي هالسنة، هيدي اكثر شيء شكلت لي حزن بحياتي، وحزن انه كمان ما عندي اكتفاء ذاتي مثل كما يجب. صدر قانون من قبل الدوله باقروا معاشات للمكفوفين وللمعوقين بشكل عام، ولكن ما نفذوا هذا القانون. بيحكوا احيانا عن الخارجين عن القانون، يعني هيدا شو اسمه، هيدا مش خروج عن القانون، عدم تنفيذه. أنا هلأ بوجههم طلب إنه يرجعوا يعطوا معاشات للمكفوفين وفقاً للقانون، ما بدنا يقعدوا يعملوا جلسات على الجديد وما بعرف شو، القانون اللي صدر خليهم ينفذوه.
ما فيهم ينفذوا يعني معناته دولة عاجزة. في عيوني بتبكي في عيوني بتضحك في عيوني بتستحي وفي عيوني بتتلبك. أنا شفت النبي عيسى بالنعمة، شفت النبي محمد بالنعمة، وقال يا الله تعطيني كتاب الصبر، يا الله تعطيني كتاب الصبر. سهرت عيوني وغيرت عيوني حاليا بس بشوف منامات إني أنا بقشع. شوف عادي وضعي يعني طبيعي. أنا أحيانا قليل بشوف إني ما بقشع، وأحيانا بشوف إنه تعالجت وصحيت صرت اقشع بفيق ما بلاقي حالي. بلاقي حالي اني بالاحلام أولا نشكر جريدة السفير والصحافي جعفر العطار كاتب المقال يلي كان أول مين ضوى على معاناة هذه العائلة. كتير صعب أنه نحط حالنا أول شيء محل هالعائلة، والأصعب يضلوا قادرين يضحكوا ويضل الأمل موجود حتى لو بكي آخر حدا منهم. ولكن أكيد لاحظتوا كيف تلبكوا أول شيء لما صورناهم ولما كنا بالبيت. اليوم ضروري أنه الإخوة الستة يلاقوا شغل، بحاجة لأنه يشتغلوا لحتى يعيشوا. ضلوا مصرين لحتى توظف ثلاثة منهم بالسنترال على التليفون، وضل يوسف مالك ووفاء بلا شغل. تخيلوا حتى أنهم عم يفتشوا على دولة لتفتح لهم باب اللجوء الإنساني، عم يسألوا هل في دولة بتفتح لنا باب اللجوء الإنساني وبتفكر فينا كبشر وكناس بحاجة لمساعدة. والجماعة ما بدهم شفقة من حدا، بدهم يعيشوا بكرامة. وزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان مؤخراً قطعت شوط كتير كبير، وعن جد عملت جهود من خلال الشق الاجتماعي، شق المعوقين المكفوفين والجمعيات، وكلكم تبعتوا بالموسم الأول المناشدات والحلول والنتيجة اللي قدرنا نوصل لها. وما أنا مقصرة أبداً الوزارة بشغلها، وفعلاً الوضع أفضل من قبل، ولكن هيدا ما بيكفي. المطلوب من الحكومة كلها تعمل سياسة مالية جديدة. بنرجع بنرجع للحكومة. الحكومات السابقة ما كانت أحسن، بس هيدي الحكومة أسوأ حكومة لبنانية، خربت البلد كله. المطلوب مني كحضرة الحكومة، وإن شاء الله ما بتطول يا وريت بتفلي قريبا جدا، بس لهلأ باقي مجبورين نشتك لإلك، سياسة مالية جديدة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة ولكل الجمعيات من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، لحتى يتوزعوا على كل الجمعيات وعلى هالعيال وعلى هالناس المعترة. هالعيلة بعدها رافعة راسها وبعدها عم ترفض انه تزل حالها وتخسر كرامتها. مشان هيك نحن بانتحار الليلة خصصنا لهم شقفة من هيدي الحلقة لحتى نقول اللبناني له كرامته واعطوه ادنى حقوقه. يعني هو لبناني ورافع راسه وما بده يخسر كرامته، اقل شيء انه ياخد حقوقه. وهيدي يمكن مناشد صغيرة الليلة ومساحة صغيرة للشق الاجتماعي وشق ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راح نتابع بهيدي المسيرة بانتحر طوال هيدا الموسم التالي. ب 24 حزيران يوم أحد الساعة 9 الصبح زاهر زين الدين فل من البيت من بلدة بطمة بالشوف. نزل مع شخص بيعرفه كتير منيح من الضيعة على الكولا على بيروت ليروح من بعدها على شغله بالجامعة الأمريكية. الساعة 9:30 كانت آخر مرة نشوف فيها زاهر على الكولا. مفروض يوصل على الجامعة الأمريكية وما وصل من 24 حزيران لليوم. زاهر ما بيتعاطى بالسياسة، ما بيتعاطى بالأحزاب، شخص متدين، ما عنده علاقات مع حدا، شرب ما بيشرب، عايش من الشغل للبيت من البيت للشغل. ورد على شريط الام تي في شريط الإخباري بنفس النهار أنه سيارة شيروكي مفيمة. مش معقول، غريب كيف كل اللي بيخطفوا واللي بيعملوا هالقصص هن شيروكي مفيمين. ورد على الام تي في انه شيروكي مفيمين خطفت شخص عن الكولا، وما نعرف مين الشخص ولا السياره رجعت انعرفت. اجهزه الاستخبارات بتاكد انه انطلقت هالسياره من محيط الجامعه الامريكيه. كمان حادثه تانية مثل السبت هي اختطاف منير شاهين كمان عن الكولا وبنفس الطريقه اللي انخطف فيها
الشخص اللي عم بيحاولوا انه ما يربطوه ما يربطوا الشخص فيه وفلتوه لانه ما كان الشخص المطلوب. رح نحكي مع خيو لزاهر، مع كمال زين الدين. مساء الخير كمال. مساء الخير سيرجيو، اهلا وسهلا فيك. خيك من 24 الشهر، من 24 الشهر إيه؟ نزل على شغله كما تجري العاده، كل يوم بينزل على شغله بيطلع لعندكم على بطمه على الشوف، شو صار؟ خبرني مزبوط. يعني خبرني، هل قلنا هل فعلا ما بيتعاطى سياسي؟ كل كلام اللي قلناه صحيح؟ اطلاقا ما بيتعاطى سياسي. كل الشباب يلي الخريجين الجامعه الامريكيه من 15 سنه لحد هلا بيعرفوه، زملائه بالشغل كلهم بيعرفوه بيحبوه، ما تسجل ولا مشكل لإله او سوء تفاهم مع اي حدا من زملائه. نعم. زاهر زين الدين هو المواطن اللبناني، المواطن اللبناني بامتياز يلي نجح بدورات الدرك والامن العام والجمارك وما اتاخد، يلي اشتغل بمطعم لحتى يعيل نفسه، رجع اشتغل سيكيورتي بالجامعه الامريكيه. نعم. ما بيتعاطى ولا مسجل بحقه ولا اي مشكل ولا سوء تفاهم لا بضايعته ولا بشغله مع اي حدا اشتغل معه. طيب شو عندكم معطيات لليوم؟ مع مين حكيتوا؟ نحن سيدنا الكريم، نحن جماعه اول شغله اولاد المؤسسه العسكريه، الوالد حياته كلها قضاها بالجنوب 25 سنه بالجيش اللبناني. نعم. وخيي له 35 سنه باجهزه الدوله، وسجله نظيف، ما تسجل بحقنا نحن ولا اي مخالفه، نحن ما حملنا سلاح، نحن ما اسأنا لاي مواطن لبناني. استاذ كمال، حدا اتصل فيكم؟ حدا طالب فديه؟ لمين لجأتوا؟ المراجع بالجبل، مين حكيتوا؟ نحن حكينا بعد كل المراجع، نحن بتربطنا صداقات مع كل القوى اللي موجوده. نعم. نحن حكينا مع وليد بيك، نحن حكينا معه، للمير طلال حكينا معه، للطيار الوطني حكينا معه. نعم. للأجهزة الأمن يلي بيعرفوا شخصيا بيعرفوا خيي مزبوط. شو يعني كان الجواب يعني من 24 الشهر لليوم؟ يعني فترة مش إيه؟ قليلة لشخص يختفي هيك بهالطريقة، شو الجواب لليوم؟ ما قدرنا نعرف راس خيط مسيو جو، ولا 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 شكوك بمين، ما في كاميرات بمحيط الجامعة الأمريكية، ما في شيء بين ولا شيء، ولا جيب ولا جيب بلا نمرة كمان. هو المشكلة إنه كان أوراقه الثبوتية لأول مرة بحياته بينسى أوراق الثبوتية بالبيت. نعم. وكان مريض وعامل عملية نضور وعنده نقاها 5 أيام ونازل على شغله بعد الخمس أيام، وضعه الصحي بعده مش مستقر. كان نحن الأحزاب كلها اتصلنا فيها، وأنا هلأ بناشد عبر الهواء الحاج وفيق صفا وشباب القومية وشباب حركة أمل يلي موجودين ببيروت، إذا بيعرفوا أي شيء، لأنه هذه الأجهزة الحزبية اللي موجودة ببيروت. نحن قدرنا وصلنا خبر للأستاذ وسام الحسن، نحن موضوعنا إنساني، وصلنا خبر لاستخبارات الجيش اللبناني، وصلنا خبر لكل الجهات الأمنية. نحن يعني ولا بعمرنا كان في بحقنا اي ملاحظه او اي تطرف. نعم. انا شخص علماني معروف من كل الناس، بنادي بمجتمع مدني بعداله اجتماعيه. نعم. حياتي كلها مكرسه بطالب بهذه الامور. اليوم خليني اطلب منك ترجع توجه النداء، لانه النداء على الهواء على طول عندنا بلبنان بيوصل اكثر من تحت الهواء. لمين بدك غير اللي سميتهم للكل؟ يعني شو بتقول لهم ليلى؟ انا بقول له للحاج وفيق صفا هذا موضوع انساني طبعا. انا بقول له لشباب الحزب القومي، لانه هدول عندهم اجهزه ببيروت، بقول لهم لشباب الحزب القومي هذه شغله انسانيه. وفي اذا القضيه طلعت قضيه، اذا القضيه طلعت قضيه اختطاف لسبب مالي، او اول شيء هل انتم عائله مرتاحه ماديا؟ يعني هل معقول الخاطف يكون مخطط لهالموضوع ليطلب فديه ولا لا؟ نحن مسيو جو، يعني انا خيي موظف سيكيورتي بالجامعه الامريكيه وخيي الثاني بالدوله، وانا مسافر
بالسعودية إلي أكثر من 35 سنة بسافر، وبعدنا نحن من الجماعة يلي عايشين مثل كل الناس. نعم. وضعنا عادي جدا جدا. إذا 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 الليلة وبدي أفترض إذا الليلة أحد المقرب من الخاطفين أو الخاطفين أو حدا عم يحضر، شو بتوجه لهم ليلي؟ شو بتقول لهم عبر أنت؟ أنا بوجه له، بقول له هذا موضوع إنساني. أنا بقول له إنه أنا بيي عمره 84 سنة لحد هلا منه عارف بالموضوع. نعم. والدتي توفت وما عرفت. نعم. والدتي توفت أنا من حوالي شهرين وما عرفت. ومش قادرين نخليهم يعرفوا لأنه الوضع وضعه الصحي للوالد ما بيعرف، والوالدة وضعها ما كان بيحمل لحتى خبرها. نعم. نحن بعمرنا ما أزينا حدا. نعم. بتمنى الليلة يعني نعم تفضل بشكل سريع. وبدي أرجع عيد كلهم الشباب المسؤولين، كل المسؤولين بالدولة إذا ما بيعرفونا شخصيا بيعرفوا خيي من فخامة رئيس الجمهورية. أنا بوجه له نداء وبيعرفني وبيعرف أولادي. قدرتوا توصلوا له لفخامة الرئيس؟ قدرتوا توصلوا له لفخامة الرئيس؟ طلبتوا موعد وصلتوا له وديتوا له خبر؟ أنا على موقع فخامة الرئيس وجهت له نداء، وأنا من الأشخاص اللي استقبلته بالرياض أنا وولادي وبيعرفنا وقلنا صور معه. نعم. ولا شباب الأحزاب تحديدا. شو بتقول الليلة؟ شو بتقول لفخامة رئيس الجمهورية؟ شو بتقول الليلة لفخامة رئيس الجمهورية إذا عم يحضرك؟ أنا بقول له لفخامة الرئيس مثل ما كتبت له على صفحته، قبل الغداء بنا الأمن، قبل الغداء بنا الأمن، ما بنا نحمل سلاحنا. نحن من أنا عمري 54 سنة ما حملت سلاح. بموضوع خيك شو بتقول له؟ أنا بقول له لفخامة الرئيس إنه هذا نموذج للمواطن اللبناني الصامت الساكت، وكل الناس بتعرف بلبنان إنه نسبة بسيطة 5% يلي عم تنشر الفوضى. نعم. موضوع اختفاء خيي في حال كان مختطف إنه مشان شو؟ في غير تخويف المجتمع كله؟ أنا حطيت على المواقع الاجتماعية نحن مستعدين ندفع فدية بضمن إمكانياتنا، نبيع سياراتنا، نبيع بيتنا، بس إنه رجال عمره 41 سنة. نعم. بيختفي؟ طبعًا لا الشباب مش المسؤولين بالأحزاب قالوا لي العصفور ما بيختفي ببيروت. طبعًا يعني بيروت ممسوكة. صح يعني صح. أنا طبعت أكثر من 6000 صورة وزعها على شوفيرات ممسوكة ممسوكة، ولما بدهم بيقدروا يلاقوا. وإن شاء الله الليلة تكون المناشدة نوع من هيك تذكير، ولحتى يقعوا على حالهم ويرجعوا لك خيك، واللي بيقدر يعرف شيء عنه يقدر يساعدنا من خلال انتحار. وإن شاء الله ما تكون قضية زاهر زين الدين تنتهي مصيرها مثل قضية جوزيف صادر. ما بنتمنى هيدا الشيء وما بنتمنى تتكرر هيدي الأحداث. نتمنى على الأجهزة الأمنية الشرعية والأجهزة الأمنية الغير رسمية وغير شرعية بلبنان تتعاون بهيدي القضية، لأنه القضية إنسانية. شو بشع عن جد واحد يطلع على الهواء حس حاله عم يطلع بترجى، يعني عم نترجيكم إذا بتريدوا يا أجهزة شرعية يلي معترف فيكم ويا أجهزة غير شرعية وأحزاب وغيره وغيره، أنه بليز إذا بتريدوا اعملوا معروف لقوا لهيدا الزلمة، لأن هيدا الزلمة منه حزبة ومنه أزعار وما حمل سلاح وما قتل وما عمل. بس مضطرين نعتمد هذا الأسلوب على الهواء، لأنه أنا واقف قدام الكاميرا وما بقدر أعمل غير هيك. في قضية كنا بدنا نحكي فيها، وردنا عدد من الاتصالات إن شاء الله بتتأجل لوقت لاحق أو للأسبوع الجاي، قضية دور الشوير وقضية الزفت بدور الشوير. إجينا كتير من الاتصالات عم بيقولوا إنه ما لحق نحط الزفت إلا ما تقبع بدور الشوير، وشو هي المعايير اللي عم تتبعها وزارة الأشغال، وهذا شيء منه مقبول. رح نحكي بهذا الموضوع ورح نتصل بالمعنيين، لأن هذا شيء أكيد مش مقبول، ورح نرجع ندعي كل أهالي دور الشوير يتواصلوا معنا إن كان من خلال هالبرنامج أو غيره من البرامج، يعني بنشوف شو الأنسب ينعمل لهذه القضية، وأكيد رح نتابع لكم إياها. بس لأني أنا وعدت ونحن على طول موفي بوعودنا رح نتابع لكم هيدي القضية. يمكن البعض يفكر إنه إذا ربحوا معركة صغيرة هيدا انتصار كتير كبير. الليلة قبل ما نفل بدنا نقول لا المال ولا النفوذ ولا الجهات السياسية ولا محامين أو ناس مفكرين حالهم شاطرين كتير بيقدروا يسكتوا هيدا البرنامج، بيقدروا يسكتوا انتحر. ما رح نبلش بولا موضوع إلا ما نكمله للآخر. خليها تكون واضحة، برجع هاي جملة، ما رح نبلش بأي موضوع إلا ما نكمله للآخر لو شو ما بده يكلف الأمر.
ومعاركنا يلي بنعملها هي بالأول وهدفها الوحيد لمصلحة المجتمع اللبناني، مش بس بنطرحها لحتى نطرحها على الهواء، لأنه بالآخر بدون يشمتوا فينا، نحن بنطرحها لنوصل لحل بالآخر. أوقات بتخلص بنفس الجمعة، أوقات بتاخد شهر، أوقات بتاخد سنة. نحن مشروعنا مشروع 10 سنين، طالما قادرين نعيش ونمشي فيه للآخر ما بنقدر نوصل حلول لكل القضايا. كمان كل أسبوع نشتغل تحت الهواء ونشتغل مع القضاء اللبناني الحابب يتعاون ومع النيابات العامة، ما بنشتغل بس على الهواء. أنت حر اليوم يعلن تبني، تبني على الآخر هيدا أول ولد، يعني تبني شرعي، تبني قضية استعمال اسم وسيط المرأة اللبنانية لأمور جنسية، وفي لبنانيين كمان متورطين بهذا الموضوع، وبوعدكم أنه رايحين بهذا الملف للآخر. الحرب عم نخوضها بهذا الملف مع أخطبوط كتير كبير، عن جد أخطبوط كبير كبير وخطير جدا، والحرب أكيد رح نربحها، بس كل شيء بوقته حلو رح تاخد وقت كتير. كل رقم دولي جاي وقته، ودايما منقول مش مهم تكون حر، مهم تلبق لك الحريه.